قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. من الفوائد تحت هذه الجملة أن الزكاة فيها أخذ وإعطاء كما جاء في هذا الحديث. ومن ثم ترد علينا مسألة في الزكاة. صورة هذه المسألة: لو أن غنيا يطالب فقيرا بدين فوجبت الزكاة على الغني، كأن تكون الزكاة في ماله 2000 وعلى هذا المدين الفقير له 2000، فقال أسقطها عنه بنية الزكاة التي وجبت عليه، فهذا لا يجزئ، لأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء، ولأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومعلوم أن ما في ذمة الآخرين من مالك ليس كالمال الذي في يدك، الذي في يدك أعز في نفسك مما في ذمم الآخرين. ومن الفوائد أن الزكاة إنما تجب على الغني، والغني يختلف، فالغني في الزكاة في زكاة الأموال ليس كالغني في زكاة الفطر، فالغني في زكاة الفطر من ملك صاعا يفضل عن ليلة العيد ويومه، يفضل عن ما يحتاجه ويحتاج إليه أسرته فيعد غنيا. أما الغني في زكاة الأموال فيختلف عن هذا. ومن الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل، قال: تؤخذ من أغنيائهم، فمن وجد فيه وصف الغنى أخذت منه. ومن ثم فإن القول الصحيح من قول العلماء أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون وإن كان غير مكلفين، لأنها ليست واجبة في الذمة فحسب، بل إن الأصل فيها عن الزكاة الأصل أنها واجبة في المال ولها تعلق بالذمة. ولذا قال جل وعلا: خذ من أموالهم، ولم يقل خذ منهم. وفي إحدى روايات هذا الحديث: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم. والفقير لا ينظر إلى ذات الشخص وإنما ينظر إلى ما في يده، ولذا فعل ولي الصبي والمجنون أن يخرج الزكاة. ومن الفوائد أن الله عز وجل ذكر أصناف المستحقين للزكاة وهم 8، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلا يلزم أن توزع الزكاة على هؤلاء الأصناف، بل يجوز أن تصرف في صنف واحد، إذ إنه عليه الصلاة والسلام ذكر هنا الفقراء، قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. من الفوائد أن قوله من أغنيائهم وأن قوله على فقرائهم يحتمل أن يكون أغنياء وفقراء هذه البلدة التي فيها المال، ويحتمل العموم، يعني عموم المسلمين، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين سواء كانوا في بلدة المال أم لم يكونوا. ومن فوائد هذه الجملة أن قوله عليه الصلاة والسلام من أغنيائهم وأن قوله على فقرائهم تدل على أن الزكاة لا يجوز أن تصرف للكفار، إنما تؤخذ من الغني المسلم وترد على الفقير المسلم. ويستثنى من الكفار المؤلفة قلوبهم بدلالة الآية، وإلا فالأصل أن الكافر لا يجوز أن تصرف إليه الزكاة الواجبة، أما التطوع فلا كذلك. قال تعالى على أحد وجوه التفسير: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال بعض المفسرين إنها نزلت لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن إلى الكفار. دليل آخر قال عز وجل:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير لا يكون مسلما لأن المسلم لا يجوز أن يؤسر، فيجوز أن تدفع الصدقة النافلة للكفار غير المحاربين، أما المحاربون فإنه لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة. لقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم.